قال مين ايش لابسة؟ شو اسمها هذه؟ ايش؟ نحلة. صوتك حلو، علي صوتك. تبغين تسوين عملية؟ نسوي لك عملية عشان تسمعي كثير. خلاص؟ كم عمرك؟ انت عارفة كم عمرك؟ كم؟ نادرة بتنتظر من سنتين، بتقول امتى بدي ادخل على تركيا اعمل عملية؟ امتى وامتى وامتى وامتى؟ بقي عندها اخر فرصه. انا اقول إن هذه البدايه، لسه راح تنولد ان شاء الله من جديد. السمع يعني حياه جديده، اللهم لك الحمد. دكتوره نتعرف عليك؟ تفضل. انا شواق، اخصائيه تخاطب تبع مركز الملك عبد الله تخصص الاذن، طالعين مع حمله مع مركز الملك سلمان الاغاثه. فاللهم لك الحمد، يعني تشرفت بهذا العمل العظيم. شعور لا يوصف. انا على حدود السوريه، اللهم لك الحمد، شفت عشرات الأطفال تقريبا 30 أو ما يقارب 30. فاللهم لك الحمد، يعني قلت هذا ما هي للبداية يا رب. إيش الشيء اللي دفعكم إنه تقوموا بهاي العمليات، تقوموا بهاي الإجراءات لهدول الأطفال؟ إيش اللي ذكركم في هذا الشيء؟ طبعا مركز الملك سلمان مش أول مرة يسوون هالمبادرة، يعني بس أول مرة يسوون الأطفال زارع القوقب. فطبعا إحنا لما شاهدناه من الأطفال اللي نجاح العمليات في السعودية، فالآن إن شاء الله يعني تشهدون نجاح كمان في مع الأطفال السوريين بإذن الله. شكراً كثير. أنا شفت فرحتك مع الأطفال كثير، شفتك كل شوي بتدمع، شفتك كذا، هذا الشيء اللي دفعني إني أجي باتجاهك أعمل معك هذا اللقاء. الحمد لله، شعور لا يوصف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يكتب لنا إن شاء الله الأجر والمثوبة من عنده. آمين. نعم. سلامتك. ربي يسلمك يا أخي، ولا تدمع. هذول الأطفال والله أهلهم كلهم أقوياء إن شاء الله تعالى. الحمد لله. نعم نعم، والله فرحة لا توصف. إن شاء الله ربنا يقدرنا بإذن واحد أحد، وبإذن الله نقدر نساعدهم. شكرا كثير لك. أنا كثير بقدر مشاعرك. ربي يسلمك. الله يسلمك يا أخي. الله يسلمك.